ما في شرف شرف الله عز وجل به عباده، مثل أن سمى بهم إلى أن أجعلهم أهلا لخطابه. كل واحد منكم يفكر مين أنا لحتى ربي عز وجل يخاطبني؟ قل يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني تصور إنه ربي عز وجل مالك الكون، مالك الملك كله سمى بك وجعلك نجيه، جعلك المخاطب له. طيب أليس من اللؤم بمكان أن نعرض عن هذا الخطاب؟ مو هيك مضبوط ولا لا؟ رسالة وصلتني من مولاي ربي، طيب أعرض عنها أتركها هيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 في سلسلة دروس علوم القرآن وآدابه، ونحن الآن نتحدث عن مظاهر إعجاز القرآن بعد أن تحدثنا عن الدليل على كون القرآن معجزا ومعنى كونه معجزا. أول وجوه إعجاز القرآن الإعجاز البلاغي، وهو الوجه الذي لا يدركه بشكل مباشر إلا العرب الذين يتكلمون باللغة التي أنزل الله سبحانه وتعالى بها القرآن. فالإعجاز البلاغي حجة مباشرة على العرب. الإعجاز البلاغي في القرآن قلنا إنه ينقسم إلى شطرين أو قسمين: الإعجاز الذي يتبدأ في الكلمة القرآنية، والإعجاز الذي يتبدأ في الجملة القرآنية. أظن أننا تكلمنا بما فيه الكفاية عن مظهر الإعجاز في الكلمة القرآنية في الدرس السابق وفي الذي قبله، وتبين لنا أن الإنسان يعاني أيا كان من عجز عندما يريد أن يعبر عن مشاعره الكامنة بين جوانحه. هما نوعان من العجز: العجز الأول أن كلمات اللغة أقل وأضيق من المشاعر الإنسانية التي تنبع بها النفس الإنسانية. العجز الثاني أن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم بكلمات اللغة ومرادفاتها، فيضع هذه اللغة كلها نصب عينيه وينتقي الكلمة الأدق فيما يتعلق بدلالتها وفيما يتعلق بوزنها وجرسها. لا يمكن لإنسان ما أن يضع اللغة كلها بكل مرادفاتها أمامه ويسيطر عليها كما يسيطر الإنسان على مضارب الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر.
لكن القرآن الكلمة القرآنية مبرأة من هذين النوعين من العجز، وأوضحنا ذلك في الدرس الماضي وذكرنا بعض الأمثلة التي سمح بها الوقت على ذلك. الآن ننتقل إلى الحديث عن الإعجاز البلاغي الذي يتبدى في الجملة القرآنية. معروف الفرق بين الكلمة والجملة، الكلمة كلمة واحدة، الجملة هي عبارة عن مجموع كلمات تكون منها معنى مفهوم مركب، يعني مكون مما يعرفه علماء اللغة العربية بل دارسو النحو من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل، هي اسمها جملة. الجملة القرآنية هي الأخرى يتبدى ويجلو فيها الإعجاز البلاغي بشكل عجيب وغريب كما سنذكر. وجوه الإعجاز البلاغي في الجملة القرآنية واقع ثلاثة وجوه. الوجه الأول الاتساق اللفظي والإيقاع الداخلي الذي تشعر به الأذن عندما يسمع الجملة القرآنية أو عندما يتلوها. الاتساق الذي تشعر به بين كلمات الجملة وبين حروف هذه الجملة، نعم، وما تدركه من الإيقاع الكامن داخل هذه الجملة. هذا أول وجه من وجوه الإعجاز، سنتحدث في ذلك. الوجه الثاني دلالة الجملة القرآنية بأقصر عبارة وأقل ألفاظ على أوسع معنى، بحيث أنك إذا عمدت إلى جملة من جمل القرآن وأردت أن تترجمها إلى اللغة العربية ذاتها، أردت أن تنقل معنى هذه الجملة القرآنية إلى كلام عربي مما تنطق به أنت، لا يمكن أن تبرز هذا المعنى إلا بثلاث أو أربعة أضعاف هذه الجملة القرآنية، مستحيل. في حين أن الجملة القرآنية ثلاث كلمات أو ربما بالكثير أربع كلمات تعبر عن هذا المعنى بجلاء ووضوح ودون حاجة إلى التمحل في الفهم أبدا، وسنذكر أمثلة على ذلك. الجانب الثالث من جوانب الإعجاز البلاغي في الجملة القرآنية أن البيان الإلهي يخرج معنى هذه الجملة في مظهر الأمر المحسوس الذي يستقبله الخيال قبل أن يستقبله الإدراك. طبعا هذا في المعاني التي تقبل التجسيد والإبراز والتصوير، ومعاني كثيرة من هذا القبيل. فأنت عندما تقرأ جملة من جمل القرآن التي من هذا القبيل، إذا كنت عربيا طبعا تعرف اللغة العربية، رأسا سيستقبل خيالك خيالك هذه الجملة بصورة تصورها الخيال وتجسدت في داخل خيالك قبل أن يدركها عقلك وفكرك كمعنى مجرد. يعني الجمل القرآنية كلها صور صور، وكأنك ترى هذه الصور بعينك. طبعا هذا الكلام كلام نظري، هذه عناوين وسنعود إليها بالبيان والشرح. تعالوا إلى الوجه الأول. إذن من الوجوه البلاغية
فيما يتعلق بالجملة القرآنية. قلنا ما هو مظهر البلاغة أو الإعجاز البلاغي في الجملة القرآنية؟ ألفاظ هذه الجملة وكلماتها متناغمة بعضها مع بعض ومتناسقة، طبائع هذه الكلمة ما في بينتها تشاكس نهائيا. ثانيا، تنظر وتتأمل وأنت تنطق بهذه الجملة أو الجمل فتشعر بإيقاع في داخل هذه الجملة كإيقاع الشعر، لكن لا ينتمي هذا إلى أي ضرب من ضروب الشعر ولا إلى أي بحر من بحور الشعر أبدا، إنما تشعر بإيقاع موجود داخل هذه الجملة. نعم، كيف؟ هذا ما لا يدركه أحد. مثلا القرآن كله مثال على هذا، لكن يعني بما نأتي بأمثلة بالقدر الذي يسمع بها به الوقت. الباري سبحانه وتعالى يقول مثلا في سورة القمر: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. لاحظوا: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. كل جملة جملة لاحظوا، وأنتم عرب، وكلما كان الإنسان أوغل بمعرفة اللغة العربية كلما ازداد شعورا بهذا الذي أقوله لكم. باري عز وجل يتحدث عن إهلاكه لقوم لوط. نعم، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. لاحظوا: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. تعالوا لاحظوا: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. يعني الواقع أنا عندما كلمة البطش، نحن نستعمل البطش، نقول ولقد أنذرهم بطشنا. طيب جرب إن أنت اقرأ هذه الآية كما أنزلت: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ثم اقرأ: ولقد أنذرهم بطشنا فتماروا بالنذر. بماذا تشعر؟ تشعر أن فجوة ظهرت في الآية، وأن هذا الإيقاع الذي ترصده أذناك قد فسد. نعم، واختل. ولقد أنذرهم بطشتنا في تاء فتماروا بالنذر. البطش باللغة العربية مقبول. طيب خلينا نجرب نقول: ولقد أنذرهم بطشنا فتماروا بالنذر. أظن كلكم يشعر بهذا الذي أقول. نعم، سورة القمر كلها اقرأها من أولها إلى آخرها تجد أنها بهذا الشكل. اقرأ أي سورة من السور المكي أو من السور المدنية تجد الاتساق اللفظي، بحيث لو غيرت كلمة ووضعت في مكانها كلمة أخرى من المترادفات تجد أن نسق الآية اختل. نعم، في حين أن الكلمة تؤدي نفس المعنى. نعم، لذلك أيها الإخوة الذين يحفظون القرآن يشعرون بهذا الكلام الذي أقوله لكم. حفظ القرآن أسهل بكثير من حفظ أي كلام نثري، يعني
حاول أن تحفظ كتابا نثر مثلا، لنفرض أنه مثلا كتاب في الفقه، بده يحفظ طالب علم يحفظ كتاب في الفقه متن الغاية والتقريب مثلا، نعم هذا كتاب فقهي منثور صعب لما بده يحفظه. طيب حاول يحفظ شيء سورتين من القرآن أسهل بكثير. لماذا؟ لأنه عندما يحفظ آية القرآن هذا الترتيب هذا النظام هذا الإيقاع يشعره إذا غلط أخطأ، لما بيحفظ بيرجع بده يكرر، لما بيحط كلمة محل كلمة بيعرف أنه غلط لأنه الكلمة غيرت الوزن بذهنه. لما الإنسان منا بيحفظ شعر أيسر بكثير من أنه يحفظ النثر. لذلك العلماء عندما ألفوا المتون صاغوها جهد الاستطاعة بالشعر، الرحبية شعر، نظم الغاية والتقريب شعر. ليش؟ لأنه حفظ الشعر أسهل، بيدرك الإيقاع في بالقرآن إيقاع بس كيف ما حدا بيعرف. لذلك الذين يحفظون القرآن يسهل عليهم حفظ القرآن، وعندما يخطئ الواحد منهم وهو يكرر يخطئ في كلمة وضع محلها كلمة تانية يدرك ذهنه أنه قد أخطأ، لذلك بيرجع للقرآن لأن غلطت غلطة. شو هي الغلطة؟ والخطأ الذي يقع فيه حفاظ القرآن ويعني يصعب عليهم هو من ناحية واحدة فقط، التشابه الذي توجد بين آيات القرآن. عندما يكثر محفوظه من الكتاب الله عز وجل تتكاثر في ذهنه الآيات المتشابهة، فربما يتلو آية من سورة مكان آية أخرى، من هنا تأتي صعوبة الحفظ. أما ما يتعلق بحفظ الجمل والكلمات فحفظ القرآن أيسر بكثير من حفظ أي مقطوعة نثرية. طلاب المدارس يعرفون هذا، طلاب الجامعات يعرفون هذا. طيب ما السبب؟ السبب هذا الذي نقول: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. أنا والله لما بغلط بحس أني غلطت، بجوز ما بعرف الغلطة شو، لكن رأسا بحاول برجع بلاقيها. نعم، إذن الجملة القرآنية كلماتها متناسقة، بحيث لو أنك أردت أن تستبدل بها كلمة أخرى لا تتأتى، تفسد. غير أنه المعنى بيزول مثل ما حكينا بإعجاز الكلمة، لا النسق كله بيختلف. نعم، والتآلف الذي كان بين الكلمات يضطرب. نعم، الباري سبحانه وتعالى يقول: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. تعال غير كلمة منهمر بكتير كلمات. ولقد فتحنا أبواب السماء ففتحنا، ها شوفوا لك، أنا أريد ولقد فتحنا رأسا أدركت أنه غلطت، مو ولقد، ففتحنا في وزن هنا، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، بدي أقول مثلا بماء متساقط. براكزي أبدا تزعت الصورة. نعم، بدي أقول ما ولقد ففتحنا أبواب السماء بماء مستمر، بماء هاطل، أبدا بماء منهمر. الوزن والإيقاع وصدى الكلمات وتناسق الحروف يشترط فيه أن لا تحيد عن الكلمة القرآنية. نعم، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. الوقت يضيق أيها الإخوة، وأنا يعني أود والله أن أعيش مع هذه الأمثلة كلها،
لكن الوقت يضيق. مع ذلك سننتقل من أمثلة إلى أمثلة أخرى. نعم. طيب، إذن هذا هو الجانب الأول من الإعجاز البلاغي في الجملة. الجانب الثاني كما قلنا أن الجملة القرآنية تدل بأقصر العبارات على أوسع المعاني دائما، والقرآن كله بمكيه ومدنيه دليل قاطع على ما أقول. القرآن كله أمثلة. طيب، باري سبحانه وتعالى يقول لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الباري عز وجل ألزم ذاته العلية لآدم بأن يحقق له كل مقومات العيش، من طعام ومن شراب ومن ملبس ومن مسكن. طيب الله تعالى اكتب لي هالكلام من عندك بأقصر عبارة، بدك ثلاث أربعة أسطر. أي نعم، إنه إذا واحد منا بده يقول لسيدنا آدم: نعم، هنالك ضماني أن يكون طعامك موفورا، وأن يكون شرابك موفورا، وأن يتحقق لك السكن الذي تحتاج إليه، واللباس الذي يقيك من برد الشتاء ويقيك أيضا من حر الصيف. الآية كلها عم تحكي الكلام. قديش طلع الحق الكلام هذا؟ عد الآية أربع مرات. طيب، بينما الآية ماذا تقول؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لن تصيبك شمس الضحى، ومن ثم فلن يمسك حر الشمس. كلمة تضحى، لك شفت كلمة تضحى؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يعني نحن عندما نريد أن نعبر عن هذا المعنى باختصار شديد نقول: وإن لك أن لا تصيبك شمس الضحى، أن لا يصيبك حر الشمس، بينما ولا تضحى. هذه كلمة جديدة أغنى بها القرآن اللغة العربية، وعودوا إلى الشيء الذي ذكرناه أيضا: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى. هل حط لي كلمة تانية بدل تعرى؟ شو بدك تحط؟ ما في، ما تستطيع. نعم، المقصود هنا اللباس، ولا تعرى يعني أن ستجد من اللباس ما يقيك البرد والحر، ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهكذا القرآن كله. طيب، الباري عز وجل أظن في سورة الأنفال بيّن لنا حكما شرعيا هاما، أنه إذا كان المسلمون قد قرروا صلحا هدنة بينهم وبين أعدائهم المشركين، وتم التوقيع على ذلك، لا يجوز للمسلمين إذا وقعت خيانة من الأعداء من جهة من الجهات، من طرف من الأطراف، لا يجوز للمسلمين من جراء ذلك أن يمزقوا صحيفة العهد بينهم. إذا وقعت الخيانة ماذا ينبغي؟ ينبغي أن يعلن المسلمون على أسماع أعدائهم أن فلانا قد غدر بنا، وأن بعضا من إخوانكم قد غدروا بنا، وها نحن نعلن الآن أن صحيفة العهد بيننا وبينكم قد تمزقت، من أجل أن يأخذوا عدتهم ولكي لا نفاجئهم. شوفوا أنا عم بشرح الحكم، إذا بدي أكتبه بدي نص صفحة أو صفحة. الباري ماذا قال تعبيرا عن هذا الحكم؟ قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء.
إن الله لا يحب الخائنين. وإما، شوف، وإما أي في أي حالة ولأي سبب تخافن من قوم خيانة. شفت واحد خانك، الثاني من هون، صرت تخاف بقى من هون. فانبذ إليهم، يعني عهدهم، على سواء، بحيث كل يسمعوا وكل يعرفوا إن الله لا يحب الخائنين. إذا ما عملتوا هيك بتكونوا خائنين. نعم، الرؤساء يعرفوا، الناس كلهم يعرفوا، حتى يعرفوا بقى ما تفاجئهم. إذا يعني أنت فعلت شيئا ما يتفاجئوا. نعم، طيب لاحظوا المعنى المعقد الواسع الذي عبرت عنه الآية القرآنية بهذا الشكل المختصر. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ولا تنسوا المزية الأخرى اللي حكيناها، الإيقاع وتناسق الكلمات بعضها مع بعض. واضح؟ نعم. طيب أظن أنني ضربت لكم بمناسبة مرت مثلا على هذا آية في سورة البقرة، آية عبارة عن 6 أسطر. كم حكم فيها؟ فيها 23 حكم. 23 حكم تعبر هذه الأسطر عن 23 حكما بدون تمحل، بعبارة صريحة بالنص أو بمقتضى النص أو بالمفهوم الواضح. ما هي؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. 23 حكم موجود في هذا الكلام. أنا وأنا أكتب، والباري آتاني قدرة على التعبير عن المعاني التي أريد أن أعبر، لو أردت أن أصوغ هذه الأحكام 23 بعبارة جامعة مكثفة مركزة، أحتاج إلى، إذا كانت لها 6 سطور أحتاج إلى 20 سطر، مو أقل من 20 سطر، يعني صفحة كاملة قولا واحدا. وبشرط أن لا آتي بمترادفات وما بجيب جمل مكررة نهائية، لكن هذا بيان الله. ولا تنسوا المزية الأولى، الإيقاع الذي تلاحظون في جمل هذه الآية، رغم أنها تتحدث عن أحكام شرعية. نعم، طبيعة الكلمات، لو أردت أن تعمد إلى أي كلمة من كلمات هذه الآية ذات الأسطر الثلاثة لن تستطيع أن تستبدل بها غيرها، هذا الغير إذا وضعته تفسد الآية كلها. نعم، طيب إذن هذه في الواقع الصورة الثانية للإعجاز البلاغي في الجملة القرآنية. طيب الصورة الثالثة ما هي؟ قلنا أن هذه الجملة تخرج لك المعنى مجسدا مصورا، بحيث خيالك، الخيال، شو الفرق بين الخيال والإدراك؟ الخيال بيصور والإدراك بيهضم. نعم، فهنالك عبارات تصاغ بطريقة تصويرية، الخيال رأسا وانت مغمض عينك بتصورها، والعقل شو بيساوي؟ بيدرك المعنى المجرد. فهنالك معاني كثيرة في القرآن مجردة لكن لها صورة في الخيال،
الباري عز وجل يعطي العقل المعنى المجرد ويضع أمام الخيال الصورة. الصورة ما أغرب هذه الظاهرة التي تجعل الإنسان يحار وهو يطرب لهذه المزية التي نقرأها في الجملة القرآنية. القرآن كله مثال على ذلك. تعالوا بنا مثلا في سورة الكهف، يقول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. شو يعني نيمناهم يعني؟ طيب هلا هذه عبارة قرآنية تنهي إلى عقلك أن الله قد استلب منهم الحياة وأنامهم، صح؟ لكن كيف إجت العبارة؟ جسد النوم بصورة خيالك يأخذه ويجسده. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم، كلمة بعثناهم تصوير، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ما أظن أنني يعني بحاجة إلى أن أترجم هذا الكلام، شيء واضح أيها الإخوة. طيب منتابع بعد كم آية، شو بيقول الباري عز وجل؟ شوفوا التصوير، يبين لنا موقع الكهف كيف. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. صورة عجيبة ودقيقة، وكأنك ترى هذا الكهف وموقعه من شروق الشمس وغروبها، وتنظر إليهم وهم في أقصى داخل الكهف في فجوة منه، وكيف يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال، وصورة الكلب هو قاعد في مدخل الكهف كما يقعد الكلب عندما يكون آمنا مطمئنا يمارس عمله في حراسة ذويه. سبحان الله، لاحظنا شوف كلمة تزاور. طيب املي كلمة تزاور وحط لي غيرها، مستحيل. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم، يعني عم تبتعد عن كافهم هيك وكأنه مقصود ذات اليمين، تطلع الشمس هيك وبتميل عنهم، تطلع عليهم تسلم عليهم بس ما بتجي تنعكس عليهم في الداخل. نعم، ولما بتغيب الشمس وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم، يعني تبتعد عنهم ذات الشمال، معناتها الكهف لوين اتجاهه؟ للشمال. للشمال، الشمس بتطلع من هون، شيء انه بتطلع عليهم بتغيب عنهم، بعدين لما بتغيب بتسلم عليهم بتودعهم وهي تنغمس في مغيبها. بيفصل الباري عز وجل هالصورة عن كمالتها كعادته ليلفت نظرنا، ما نستغرق بالتصوير الفني. نعم، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. رجع يكمل، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. صورة، هي الصورة المعنى، هدول إذا تموا على دارهم بهذا الشكل شو بصير؟ تتفسخ جنابهم، سبحان ربي. نعم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم
لمليت منهم فرارا لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا. نعم. صورة، هي صورة، صورة، وكأنك أمام ريشة تصور. نعم. هؤلاء الذين يتحدث البيان الإلهي عنهم. طيب، القرآن كله أيها الإخوة على هذا المنوال الذي نتحدث عنه يعني. طيب، الباري سبحانه وتعالى، نرجع لسورة القمر، أي أو أي سورة. نعم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. هذا تصوير، هذا تصوير، المعنى المجرد مبين. نعم. أوحينا إلى السماء أن تمطر، المطر الثجاج القوي، وأوحينا إلى الأرض أن تتفجر ينابيعها. طيب، نحكي هالكلام نحن، بس أين هذا من هذه الأسلوب، هذه الطريقة التصويرية؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. أنت الآن أمام صورة، وكأن السماء ذات أبواب مغلقة، ومن وراء هذه الأبواب مياه، نعم، سد هائل ليس بينها وبين أن تتساقط على الأرض إلا هذه الأبواب المسدودة، وفجأة فتحت هذه الأبواب. كيف تصبح الحالة؟ إيه نعم، سد، سد سماوي ولكن ليس سدا أفقيا. نعم. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، يعني ليس بين فتح الله هذه الأبواب وبين انهمار المياه إلى الأرض أي فاصل. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، كل تصوير. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، حملناه على سفينة، لو قال سفينة طبعا العقل يدرك ذلك، لا، في تصوير. الصورة ما هي الصورة؟ هي تفاهت هذه السفينة أمام أمواج هذا الطوفان. أي سفينة عملاقة هذه التي تستطيع أن تنجي حامليها وهي لا تستطيع أن تنجي نفسها؟ فماذا يقول البيان الإلهي في هذا؟ وفتحنا أبواب وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. مسألة أبسط من أن تكون سفينة عملاقة وما إلى ذلك، أمام أمواج الطوفان هذه السفينة ليست أكثر من مجموعة ألواح خشبية ومسامير، حملناه على ذات ألواح ودسر لكي يهون البيان الإلهي من قيمة السفينة أمام خطر هذا الطوفان. ما عادت سفينة، صعد، نحن نجيناه فوق كم خشبة وهيك مسامير وبس، وحملناه على ذات ألواح ودسر. يا سلام، تجري بأعيننا، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. بعدين ولقد تركناها آية فهل من مدكر، تركناها آية، تصوير لتاريخ مر وانقضى، ولكن صدى هذا التاريخ لا يزال يملأ الآذان، ترى هل هنالك من يعتبر بصدى هذا التاريخ الذي مر؟ نعم. هذا هو الجانب الثالث من جوانب الإعجاز البلاغي في الجملة القرآنية. نعم. طيب، باري عز وجل يقول وهي تجري بهم في موج كالجبال،
ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. شوفوا بعدين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وأنت تقرأ القرآن خيالك ماشي. نعم، مسألة دقيقة أيها الإخوة لكنها تلفت النظر. لو أن أي واحد منكم عاد إلى صباه، استرجع صباه في ذاكرته وهو ممن يقرأ القرآن آنذاك، إذا واحد منا بيتذكر حاله وهو في العاشرة من عمره، في الثانية عشرة من عمره، لكن كان يقرأ القرآن، سيتذكر أنه وهو يقرأ القرآن دائما في صور وخيالات بذهنه، عم يقرأ وكل ما أرى أي آيتين بيتخيل شيء. طفل عندما يكون صغيرا خياله يكون قويا جدا بمقدار ما تكون وسائل الإدراك عنده ضعيفة. الطفل خياله مشبوب، يلتقط خيالات القرآن، بس تكون قد تكون صحيحة وقد ما تكون صحيحة، لأنه الإدراك مو متساوق مع خيال الطفل. نعم، أنا عندما كنت أقرأ القرآن وأنا صغير كنت أتصور صورا عجيبة وغريبة للآيات التي أتلوها. لماذا؟ لأن القرآن دائما يعطيني هذه الصور. بما أنه أنا إدراكي العقلي متخلف عن قدرة الخيالية، ما تكون هذه الصور صحيحة. هل هنالك من يرتاب في هذا أيها الإخوة؟ ما في إنسان عاقل، ما في إنسان حر يستطيع أن ينطق باللغة العربية وأن يعيها إلا ويسجد بكل كيانه لهذا الكلام المعجز الذي ينطق بأنه كلام مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. كم وكم هي عظيمة هذه النعمة التي الباري جمعنا عليها. على إيش مجموعين نحن؟ ما لنا مجتمعين لا على طعام لا على شراب لا على لهو، مجتمعين على دراسة كتابه، مجتمعين على دراسة هذا الكلام الذي شرفنا به سبحانه وتعالى. فهنأوا بهذه النعمة التي أكرمنا الله عز وجل بها، وأسأله عز وجل أن يديمها علينا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد أن جمعتنا على دراسة كتابك، لك الحمد أن أكرمتنا بنعمة الإيمان بذاتك العلية، لك الحمد أن أكرمتنا بالإيمان بنبوة محمد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لك الحمد أن جعلتنا من أمة خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم، ونسألك اللهم أن تعطيه المقام المحمود الذي وعدته يا ذا الجلال والإكرام، وأن تكرمنا بشفاعته يوم القيامة. أدخلنا يا رب بشفاعته، أدخلنا يا رب بشفاعته، واسقنا يا رب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها يا رب العالم. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من علينا بصفاء المعرفة، اللهم من علينا بقلب تجعله وعاء لحبك، وعاء لتعظيمك، وعاء لمخافتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. طهر اللهم قلوبنا من النفاق، طهر اللهم ألسنتنا من الكذب، طهر اللهم أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا عبادك الواقفون ببابك، الملتصقون بأعتابك،
نسألك سؤال المسكين البائس الفقير الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك يا الله يا الله يا الله أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. أعط يا رب كل واحد منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك، واجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أراد بإسلامك خيرا خذ بيده يا رب إلى كل خير في أي مكان كان، ومن أراد بإسلامك شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بغيرتك على دينك، نسألك بغيرتك على قرآنك، نسألك بغيرتك على إسلامك وعلى عبادك المسلمين إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب العالمين. يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك، أذقنا كرم استجابتك. يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا، حقق رجاءنا. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك حبيبنا وحبيبك محمد المصطفى وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.